ونبقى في ملف مرتبط باتهامات للإمارات العربية المتحدة بانتهاكات حقوقية، حيث قالت منظمات حقوقية إن السلطات الإماراتية بدأت بمحاكمة الناشط الإماراتي أحمد منصور والمعتقل في منذ 20 مارس من عام 2017 بتهم نشر الكراهية والطائفية والعمل على زعزعة الاستقرار عبر معلومات كاذبة. المنظمات الحقوقية قالت إن أحمد منصور يحاكم بسبب ممارسة حقه في التعبير عبر مواصل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن هناك تقارير عن حبسه في زنزانة انفرادية وأنه لم يسمح لعائلته بزيارته إلا مرتين. معي للحديث حول هذا الموضوع المعارض الإماراتي ومساعد وكيل وزارة سابق في الإمارات العربية المتحدة سيد جاسم راشد الشامسي. أرحب بك سيد الشامسي في هذه الحلقة من حقوق الناس. كيف تتابعون وضع المعتقل أحمد منصور، وهل صحيح بأنه تعرض لاعتداءات جسدية وترهيب وتهديد بالقتل من قبل السلطات الإماراتية حسب منظمة العفو الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بكم أخي الكريم ورحب بالمشاهدين جميعا. طبعا نظام الإمارات استمر على عملية اعتقالات قسرية والتعامل السيء بالمعتقلين بشكل عام، ومن ضمنهم أحمد منصور وناصر بن غيث وغيرهم. اعتقالات الآن اعتقال الأخ أحمد منصور زميل شخص يحاول أن يدافع عن حقوق الإنسان بالإمارات ولا يسعى لنشر الكراهية كما يدعي نظام الإمارات. فتعودنا مع نظام الامارات من خلال الناس الذين خرجوا من سجون الامارات انه يتعرض للشخص الذي يتم اعتقاله لابشع انواع الاعتقالات الجسديه والنفسيه والضغوط، حرمان التواصل مع الاهل، حرمان من حتى اداء الصلاه جماعه اداء الصلاه صلاه الجماعه للشخص. بالتالي ليس بعيد ان يكون هناك اعتقالات او انتهاكات لحقوق الاخ احمد منصور سواء الجسديه او النفسيه، وهذا تم يعني التوثق منه عبر الاشخاص الذين خرجوا من اعتقال من سجون الامارات. السيد الشامسي، للتذكير السيد احمد منصور كان قد عبر عن دعمه لناشط حقوقي اماراتي هو اسامه النجار عندما رفضت السلطات الافراج عنه بعد ان قضى فترة عقوبته بالسجن 3 سنوات. ما الرسالة التي تريد السلطات الإماراتية باعتقال أحمد منصور أن ترسلها؟ يعني هو دافع عن ناشط حقوقي فإذا به يلقى نفس المصير. الحق يقال يا أخي الفاضل، أحمد منصور زميل وكان رفيق الدرب خلال الفترة الماضية ولم يدافع قد عبد الله نجار بشكل خاص، دافع عن عدد كثير من الأخوة التي تم اعتقالهم من قبل سلطات الإمارات. فبالتالي التحذير أو التنبيه الذي يمارسه نظام الإمارات يقول أن كل من يتجرأ على قول الكلمة الحرة أو يدافع عن حق حقوق البشر في الإمارات يجب أن يتعرض للاعتقال ويجب أن يتعرض للانتهاك ويجب أن يتعرض للسجن، لأن ليس هناك صوت حر في الإمارات ولا يسمح للشعب سواء أو أي شخص مقيم بالإمارات أن يعارض رأي نظام الإمارات. بالتالي السبب الأول لاعتقال أحمد منصور هو الدفاع عن حقوق الإنسان ومخالفته لتوجهات نظام الإمارات بشأن الإنسان الإماراتي الذي يعاني الأمرين في سجن كبير ينتهك كرامته وتنتهك حقوقها البشرية، وحتى أبسط حقوق الإنسان في الإمارات لا يمكن أن يمارسها الإنسان الطبيعي في الإمارات. لذلك أحمد منصور عندما يمارس حقه بالدفاع عن حق الإنسان الإماراتي وهي حق بشري موجود على أرض الإمارات، فإنما معنى ذلك أنه يعارض توجهات نظام الإمارات. سيد الشامسي، من الناحية الشكلية ماذا ينتظر أحمد منصور ورفاقه من النشطاء الإماراتيين المعتقلين؟ هل أغلقت كل ملفاتهم قضائيا وانتهى الاستئناف فيها؟ أخي الفاضل، نحن وغيرنا نحن تم أن مثلا تم الحكم عليه 15 سنة ولا وليس هناك دليل واضح أو أو, أو 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 أي دليل قضائي أو قانوني ممكن أن يستند عليه، بالتالي الحكم موجود مسبقا والقضاء مجرد قضاء مسيس يتم انتهاكه من قبل جهاز أمن الإمارات، ولا يمكن أخي الفاضل بما أنك شخص خارج نطاق القضاء أن تحكم أو ترى
يعني ان تستند على القانون الاماراتي، لان القانون المسيس لا يمكن ان يستند على قانون او دستور، وانما يستند على توجهات الاجهزه الامنيه. بالتالي الحكم معروف مسبقا قبل اعتقال احمد منصور يعني بفتره. سؤال اخير سيد الشامسي، سؤال اخير اضافي بالنسبه لصوره الامارات العربيه المتحده حقوقيا في الخارج، تاثرت كثيرا، هل هناك وسائل ضغط يمكن ان تمارس لدفع الامارات العربيه المتحده لتحسين ملفها الحقوقي عبر مؤسسات حقوق الانسان الخارجيه؟ والله المنظمات العربية والإقليمية والعالمية ما قصرت خلال الفترة الماضية، يعني سعت لإبراز صوت المعتقل الإماراتي والمظلوم الإماراتي بشكل عام، لكن تبقى أن هناك بعض الدول التي ما زالت خاصة الغربية التي تعطي غطاء للإمارات ولا تتعرض لهذه القضية الأساسية التي يجب أن يكون هناك ضغط على نظام الإمارات في هذا الشأن. والمعارضين الإمارات أيضا لهم دور في هذا الموضوع كضغط إعلامي على توجهات نظام الإمارات، لكن يبقى المحرك الأساسي والذي يستطيع أن يغير المعادلة هو شعب الإمارات. يجب أن يكون لشعب الإمارات دور في هذا الموضوع، يجب أن يتحرك، يجب أن يكون هناك دور للنخب الإماراتية بشكل خاص حتى نستطيع أن ننبه هذا النظام أن المعادلة أصبحت أصعب، وأن مستقبل الإمارات أصبح أصعب، وأن استمرار نظام الإمارات بهذا النهج اللا إنساني سوف يؤثر بشكل كبير وحرج على شعب الإمارات مستقبلا. شكرا لك جاسم راشد شامسي، المعارض الإماراتي ومساعد وكيل وزارة السابق.